يعيش سكان دوار بورديم في قسمه التابع لبلدية ابن عزيزة حياة بدائية ووضعية جد صعبة، خاصة في فصل الشتاء الذي يحرم فيه الأطفال من الدراسة في أغلب فتراته بسبب صعوبة المرور على الجسر الخشبي الخطير الذي يستعمله السكان لعبور الوادية. صوت سقيف زارت الدوار المنسية أين وقفنا على حجم المعاناة التي يعيشها الأهالي. أخبرنا مرافقنا أن كل الأبواب سدت في وجوههم ولم يبق لهم سوى الاستنجاد بالصحافة للتعبير عما تجثم به صدورهم بعد صمت دام عقودا من الزمن. أطلب من الدولات دينا قنطرة باش نعودو نقطعو ليها ونهار نقرا، كيما عود الواد قوي ما نقدروش نقطعو. راكم تشوفوا في الحالة تاعنا، أنا محنا محرومين من كلش، الاستقلال ما نعرفوش، رانا نقطعوا الواد كاين اللي يطيح كاين الاخر سمو كيما الاولاد، كاين انا كيما ولادي انا كاين اللي حبسهم القريه على جال هذا الطريق هذه لا ترونسبور لا والو. انت العمودي كي ضرب 4 كيلو على ريتور 8 كيلو هذه ما يقبلها حتى واحد. هذا ما كتب لنا ربي، هاكم تشوفوا فينا واش عايشين، هاكم ما عندي ما نحكي ونبغى يخدمها لنا، ها ما حبوش يخدموها لنا، كان عينهم يخدموها لنا. لو كان خدموها لنا هذا قداش من سنه، خاصنا كلش السكنه، خاصتنا الطريق، خاصتنا وخصوصا في كل حاجه. راك تشوف يا الرئيس الوالي، راك تشوف حالتنا راهي ما لا حياه لمن تنادي كما راك تشوف. ما مناش من دين استقلال، ميزيريه حمراء كان والو، ما ميزيريه المعيشه احنا ما نعرفوهاش كيفاش مدايره بمره، ما عندنا لا الاستقلال لا مر بوزوار، راني نشوفو غير بعينينا. ما استقلال احنا ما سمعناش به يا الرئيس، عايشين وخلاص. اي واحد كان جميع يخليش بنو يعقب من تم، لا غالب عندك ما دير، لازم تعقم وعايشين بقدرة إلهية. القازة ويقول لك لازم القنطرة تخدم باش يعقب اللهن يحبس له مع الطريق، ويقول لك لازم تخدم القنطرة دبر راسك فيها. ما نقراش، كنت نقرا وحبست، كنت نقرا في حمادة ثالثة وحبست، ما كانش لي يوصلنا النقل للمدرسة، قلت ما نقدرش نروح للمدرسة مريضة. كلش مخصوصين، من قاز ما كانش، طريق ما كانش، اكتشوف الاولاد كيفاش، مترسبور ما كانش، نقل مدرسي ما كانش، شكينا ما كاين والو. يوعدك الوعود كاذبه، ما كان حتى والو. هنا رانا نطالبوا يخدموا لنا الطريق ويخدموا لنا القنطره هي الاولى قبل كلش. حلمهم بسيط ببساطة معيشتهم، حلمهم طريق وجسر يعبرون عليه بأمان نحو منازلهم. لقد حرموا من كل شيء، الطريق، النقل المدرسي، حتى الغاز الطبيعي الذي وصل مشروعه إلى مقربة من بيوتهم سيحرمون منه، رغم أن الدراسة شملتهم، فقط لأن المشروع يتطلب وجود جسر. ودعنا مرافقنا على أمل أن تستجيب السلطات لندائهم ومطالبهم البسيطة والمستعجلة، وهو ما نتمناه لأن ما رأيناه لا يشرف أي مسؤول مر على ابن عزيز ولم يحرك ساكنا لرفع الغبن عن هؤلاء السكان وعن هؤلاء الأطفال الغلابة. هي سيرة بحل الصور اللي كنا شفناها في صوت سطيف خاصة ببعض العائلات اللي تقطن بجوار واد بورديم. هذيك المنطقة هذيك نعرفها مليحة، كي نروح نجول لهذيك المنطقة، أنا تبالي جنة، كي نتضايق نروح تما ومن بعد نشوف باللي كاين ناس عايشة الجحيم. احنا هذا الأمر هذا هو اللي خلى رئيس الجمهورية يهتم بهذا الجانب اللي سمي بمناطق الظل وما أكثرها على مستوى القطر الوطني. ما يخفاش عليك في لقاء الحكومة الولات كان تعرض فيلم شافه معنا السيد رئيس الجمهورية، شاف كل هذه المناطق هادو، الأولاد مساكين اللي يروح يجيب الماء للداب، اللي يقطع 5 كيلومترات باش يقرأ، ومن بينهم العائلة هذه تاع بورديم. فيه عمل تقدم للسيد والي الولاية، الأسرة هذه إن شاء الله تخصها قنطرة، القنطرة إن شاء الله هذه درنا لها بطاقة تقنية ب 600 مليون وسنسعى جاهدين ونسجلوها لا محالة. والبارح أنا واش جلب انتباهي أيضا، كاين القرية اللي تابعة لسرج الغول المحادية، خاطش هذه العائلة هذه تسكن
في حدود مع سرج الغول، كاين غاز المدينة تما، بدا يلحق المشروع راه في طول الإنجاز، ولما لا نزيدو نربطوهم حتى بالغاز، وإن شاء الله حنا راه عمل تم ضبطه وين حصينا مناطق الظل، وستؤخذ بعين الاعتبار إن شاء الله باش نقضيو تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، ما يصبحش الجزائر هناك الجزائر درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة. الجمهورية الجديدة اللي فرحنا بها إن شاء الله تنحي قاعد الفوارق هادو، وربي قدر إن شاء الله، وراها مسؤولية أمام الله، مسؤولية كبيرة إن شاء الله. رانا في خدمة الشعب، نتمنى برك المواطن يتفهم الأولويات، يتفهم أيضا إمكانيات الدولة. الجزائر قارة تقتضي منا نتلاحم نتفهم المواطن نحليله، والمسؤول أيضا ما ننساش هذا الأمر. وشكرا جزيلا.